ودي بقى بيري، يتيمة أب وأم وبتشتغل عشان تساعد نفسها وما تحتاجش لحد، وكمان بتشتغل شغلانة شريفة وبتتعب ليل نهار علشان تجيب القرش حلال. بس انتي عزفتي على اسمك عليه؟ نعم نعم يا ست هان. انتي مش شايفه الدنيا عامله ازاي؟ امال انتي متروقه ايه؟ حضرتك تعالي هنا. ماشي. والتلفزيون ده بقولك ايه؟ نعم. روحي حطيلي ميه عشان اغسل رجلي فيها. ست هان حضرتك بتكلميني؟ انا اللي بنضف. ايوه، ما انتي بتنضفي، شغلتك هنا ايه؟ انضف عشان اخد فلوس بس. طب ماشي، انا بقى دلوقتي رجلي وجعاني وعايزه حضرتك تغسليها لي، ينفع؟ لا مش هينفع يا استاذه، انا مش جايه امسح رجل حضرتك، انا جايه بس اروق البيت والمكان وانضف مش اكتر. مالكيش فلوس عندنا. عن اذنك استني.